أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، وبنبدأ مع WWE وعرض Monday Night Raw. يقول العديد في شبكة USA سعيدين بالتغييرات اللي عملها Triple H. شفنا الخبر هذا سابقا، والعروض قبل هذا الأسبوع كانت جميلة جدا من وجهة نظري، بس عرض الأخير مع كل احترامي ما كان ذو مستوى. كأن فينس مكمان رجع والبوكينج كان غريب جدا. يعني حتى في سماك داون قاعدين نشوف Street Profits، ألفا أكاديمية اللي هم نجوم ماندي نايت رو، يعني التكرار مستمر، بس ما أدري ليش فرحانين الجماعة مع أن الأرقام قوية جدا. وأتمنى ما يخربطون العروض في الفترة هذه. والله يخليك عمو إتش، ارجع للستايل القديم. كنا مستانسين نشوف نجوم جدد، مفاجآت، مصارعة حلوة في الحلبة، هذا اللي نبغاه. وبرون سترومان يقولون رسميا انضم لروستر سماك داون، بس نفس ما شفتوا النجوم في رو وسماك داون يظهرون في عرض الثاني، فاحتمال كبير نشوف برون موجود فرو. وبعض النجمات، لأن بيلي ظهرت مع ساشا بانكس، نايومي قبل كم يوم كان عندهم كات ووك في نيويورك فاشن ويك، وبيلي شافتهم. بتقولي والله هذا تلميح، خلاص حرقوا النتيجة. لا، مو معناته شيء، عادي ما يطلعون في ماندي نايت رو، ما نشوفهم بعد مباراة داكودا كاي وإيو سكاي ضد راكيل رودريغيز وعليا، عادي ما نشوفها. ولكن ساشا ونايومي بينوا إن عادي ينجحون في مجال غير المصارعة، وهالشيء يزعل صراحة. خاطري أشوفهم في الحلبة، مستواهم جميل، خصوصا ساشا بانكس تعتبر مين إيفنتر، تقدر تقدم مباريات جميلة مع أي مصارعة كانت، غير يمكن بس تامينا ما تلعب وياها مباراة زين، أو دينا بروك. بس مع الباجيات بتقدم مستوى خرافي وجميل، نتمنى لهم التوفيق. ولكن حتى الآن أتوقع بشكل قوي أن بيظهرون في ماندي نايت رو. قبل أسبوع سويرف أعلن أن ضيف القادم في البودكاست بيكون كيني أوميجا، وطبعا بعد المشاكل قال تم تأجيل اللقاء هذا لوقت آخر. ندري ليش توني خان ما يبى حد يتكلم اللي كانوا في الحادثة، فهذا السبب. مع أني أنا كنت متحمس كثير أشوف اللقاء. بودكاست سويرف مختلف، إيدي كينغستون مرة كان معاه، حلقة جميلة كانت. توني خان إذا ما خاب ظني بعد كان معاه، وضيوفه دائما يكونون ممتعين، فأنصحكم بشكل قوي تتابعون بودكاسته، بحط لكم رابط. كارين كروس في لقاء قال سعيد بعودته في WWE لأن هذا المكان اللي يبغى يكون فيه، وأكيد يعني بترجع لكنترول يور ناريتيف مثلا، أكيد سعيد. بس تدرون ختموا العرض مع كارين كروس ينوم درو ماكنتاير وظهور سكارلت بوردو، فالفترة القادمة إذا بيكملون عداوتهم بشكل كبير بنشوف مباراة بينهم في اكستريم رولز، وعادي تكون المين ايفنت إذا رومان رينز مو موجود، أحسن بمراحل من أول مرة ظهر في عروض الرئيسية وكان لابس الماسك واللبس الخايس جنة في سلاحف النينجا. ونتمنى تكثر بروموهات كارين عاد، على الأقل يكون عندنا برومو ظلامي يا من ميرو مالكاي بلاك، طبعا ما أدري متى بيرجع أو بيكون ضمن العروض، مين كان في بعدين مرات ديميان بريست وجماعة الجاجمنت داي، نحتاجها أسبوعيا. خلنا ننتقل لبوبي فيش الحبيب هذا الجميل اللي سوى مشاكل وتمسخر على شوتة سي ام بانك مجتلة الإصابة بعد ما خلص عقده. قال في لقاء أنا أشتغل مع AEW وهم يدفعوا لي فلوس، وأنت طلبت مني أحط كتفي على الأرض لفيل بروكس اللي هو سي ام بانك. والمثير أنه صار شيء في المباراة، لو تذكرون سي ام بانك عطاه GTS، بوبي فيش عمل كيك أوت والحكم عد ثلاثة، هو المفروض ما يكون الفينش ويعمل له الأناكوندا فايس يستسلم لسي ام بانك، ومن وجهة نظري كانت غلطة الحكم، دام عمل كيك أوت خلاص لا تعد ثلاثة. المهم نرجع للقاء، يقول بعد المباراة فيل كان غجري معصب، يعني هو استعمل كلمة ثانية بس مشيها، وكون صريح معاك أنا جاي من عالم الفنون قتالية وحطيت كتفي على الأرض عشانك وانت ما قدرتني، خصوصا لأني عملته على التلفزيون. لو أنا بغيت أكون هاكو قدامك كان سويته فيك. هاكو اللي هو أبو تاماتونغا وتانجلوا، معروف أنه في الحياة الواقعية هو من أقوى المصارعين وكان يتضارب مع الكل، وكان طيب بس الناس كان يلعبوزونه كثير. وفي مرة يقول لك واحد من المشجعين لعوز في بار وعض خشمه، ايه عض خشمه وشل الجلد كل شيء، يقول عادي اسويها لانك انت مش ند لي، انا مش جون جونز ولا اندرسون سيلفا، بس انا اتدرب فنون قتاليه من زمان وانا اقدر امسك سي ام بانك كنا منديل، بعدين تكون قليل ادب معاي لغلطه انت سويتها، انا ما حبيت هالشيء. وحتى الحركه اللي سواها فيني مش حركته الاصليه، هذه حركه كنتا، وكل الناس اللي يعرفون برو رسلينج يدرون مش حركه حلوه انك تقلد مصارع ثاني، وفوق هذا ما غيرت اسم الحركه. والله موضوع انك تخسر قدام سي ام بانك انا اشوفه موضوع عادي جدا، يعني انت مش نجم كبير، مع كل احترامي لك بالعكس اسلوبك في الحلبة اموت فيه،
وكنت فان لك من ايام رينج اوف اونر. وش موضوع كبير انك خسرت على التلفزيون حبيبي؟ لو انت كنت مثلا كايلو رايلي كان تفهمت، لو كنت ادم كول هم تفهمت، بس انا حاس الحبيب هذا شايف عمره اكبر مما هو عليه. السبب انه ما غير اسم الحركه لانه بغى يذكر الناس بك انت نفسه. وبوبي فيش كلامه صح، ما كانت غلطته، الحكم عد بسرعه، فليش سي ام بانك يعصب عليه؟ ليش؟ شوف انا فاهم الطرفين، بس كان في حل بسيط جدا، لانه خير الحكم خلاص، بعدين الكل بيستانس. المهم كنت رد على الموضوع هذا، قال هلا بوبي انت محق 100%. بعدين قال واحدة من اسوأ التجارب اللي خطها في حياتي اني انا ما قدرت استعمل حركتي لمدة 4 سنوات. خلينا نشوف التغريدة كاملة. بغيت اخبر العالم انه واحدة من اسوأ التجارب اني ما قدرت اعمل حركتي لمدة 4 سنوات، الحركة اللي انا اسستها. ها هي الحياة. بدايته في NXT كانت بداية جميلة جدا، حزته فين بالر كان معاه وكان في نجوم كثر. المشكلة وين؟ يوم جت له إصابة في عرض بيست ات دي إيست، كان في مباراة على لقب NXT بين كيفن أوينز وفين بالر، والخطة الأساسية كانت لهيديو إيتامي إنه يلعب ضد كيفن أوينز ويفوز باللقب هناك في دولته في اليابان. بس الإصابة خربت عليه، ويوم رجع جت له إصابة ثانية بعد ما اهتموا فيه وشفناه في 205 لايف، والمسكين قاعد يطالب بمباراة ضد سي ام بانك من زمان، من أول ما انضم سي ام بانك إلى AEW، وشكله ما بنشوفها أبدا إذا فعلا سي ام بانك بيتسرح. بس تدرون شلون؟ 8 أشهر يعني يعتبر فترة طويلة. أنا أقول بيقعدوا مع بعض بيتصالحون وبنشوف عودته يهاجم كيني أوميجا، يمكن يعملون سيناريو على الموضوع، نصبر ونشوف. عندنا خبر من نيو جابان برو رسلينج، في عرض الرويال كويست 2 الليلة الأولى بتاريخ 1 أكتوبر بنشوف مباراة بين أوزي أوبن ضد FTR على لقب الـ IWGP Heavyweight Tag Team Championship. المباراة هذه بتكون مجنونة يا جماعة. قبل فترة أقول FTR وينهم في عروض نيو جابان؟ ليش ما يدافعون على اللقب؟ عاد لو ما بيشاركون في World Tag League احتمال كبير يخسرون الألقاب هني، بس شكلهم بيفوزون لأنهم أصلا يبون يشاركون في البطولة هذه ويقدمون مباريات للنيو جابان. لو الحبايب ما عندهم خطة في الفترة القادمة خصوصا في AEW، خلي يروحون اليابان، نعم يقدمون تور معاهم، وعادة حاملي الألقاب ما يفوزون بالبطولة نفسها. فأنا أشوف GOD المباراة هذه نطالب فيها من زمان، تما دونغو تانجلوا ضد FTR لو بيسوونها تكون في راسل كينغدم. وخبر اخير من ايدي كينغستون يقول انه في الفيروس هذاك ما اقدر اقول اسمه وما بيقدر يظهر لنيو جابان سترونج هذا الاسبوع، وزعلان كثير على الموضوع، بيعمل فحوصات مره ثانيه وبيشوف اذا يقدر يكون في داينومايت. بصراحه مباراته مع إيشي كانت واحده من اجمل مباريات اول اوت، وتمنيت يحصل بوش. يعني انت عملت بطوله لقب العالمي، كيف ما تدخل ايدي كينغستون غير لو كان فعلا مريض؟ أنا بتفهم، نتمنى له الشفاء العاجل. ومرة ثانية شكرا على الدعم الخرافي. صباح الغد عندنا ماندي نايت رو، أول شيء جوني غارغانو بيعود للحلوات لا رسمي رحنا فيها. جوني غارغانو بيرجع للحلبات وبيقدم مباراة عن إيج ضد دومينيك ميستيريو، وراكيل رودريغيز مع عليا ضد داكوتا كاي وإيو سكاي. عاد كله حلوات وانتو تتابعون العرض. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما أبدا بينكم وان. Swear!